شهدت العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي طفرة كبيرة ونقلة نوعية على جميع المستويات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة، فقد حرصت القيادة السياسية على تنميتها وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات في ضوء ثقل مصر السياسي ومستقبلها الواعد، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليمياً ودولياً. مصر لها أهمية ولها وزن ليس فقط باعتبارها دولة واحدة فقط، وإنما من حيث تأثيرها. تلاقي حضرتك أن مصر دولة مؤثرة في المنطقة العربية، دولة مؤثرة في الإقليم، دولة مؤثرة في القارة الإفريقية. وعشان كده حتى احنا يمكن شفنا أيضا في ظل الاهتمام المصري بأوروبا واهتمام أوروبا بمصر، كان في 2019 لقاء قمة أوروبي عربي ضم كل دول أوروبا 27 وضم الدول العربية 22، يعني حوالي 50 دولة، وكان في تفاهمات كبيرة وكان في يعني اتفاق على عديد من القضايا المهمة للطرفين. مصر ليها دور كبير في ملفات مختلفة زي مثلا ملف ليبيا، وازاي ان مصر بتسعى للتهدئة. مصر ليها دور مهم جدا في ملف فلسطين واسرائيل، وازاي بتسعى للتهدئة. في محاربة الارهاب والنجاح اللي حققناه في محاربة الارهاب، ان لم يتحقق كانت هذا الارهاب سيصدر الى اوروبا، وكان ابتدأ الحقيقة يصدر الى اوروبا وشفنا الانفجارات في اوروبا. فمصر بالدور اللي لعبته الحقيقة وبالاستراتيجية الشاملة لمكافحة الارهاب اللي قامت بيه، وبالتعاون في مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي وعلى مستوى مصر، ده بيعزز دورها بالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل وبالنسبة للدول الأوروبية. علاقة قوية أكد عليها الرئيس السيسي في العديد من اللقاءات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، حيث أشار خلال استقباله لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين منتصف العام الماضي خلال زيارتها للقاهرة إلى أن مصر تعتز بالاتحاد الأوروبي كشريك أساسي في مختلف المجالات. وتكللت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي أيضاً بالزيارة التي قام بها الرئيس السيسي والتي تعد الأولى إلى العاصمة البلجيكية بروكسل في شهر فبراير من العام الماضي، حيث شارك سيادته في القمة الإفريقية الأوروبية. منذ تولي السيد الرئيس المسؤولية كان في جولة أوروبية في 2014، زيارة لإيطاليا وزيارة لفرنسا وأسفرت عن نتائج هامة، ثم استمرت بعد كده اللقاءات المتعددة بين السيد الرئيس وبين قادة وزعماء أوروبا، وده اللي بنطلق عليه بالمصطلحات السياسية دبلوماسية القمة. دبلوماسية القمة يعني دبلوماسية القادة والرؤساء، وهي دبلوماسية نشطة في مصر في السنوات الأخيرة. إذن هي علاقات قوية ووثيقة، سواء نظرنا إليها على المستوى الثنائي يعني بين مصر وكل دولة أوروبية على حدة، أو نظرنا إليها على مستوى كلي وهو الاتحاد الأوروبي، مصر والاتحاد الأوروبي. وكان في عديد من اللقاءات بين السيد الرئيس وبين كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى لقاءات متكررة مع زعماء دول أوروبية سواء في الخارج في جولات السيد الرئيس أو في القاهرة. العلاقات المصرية الأوروبية في العقد الأخير هي جزء من العلاقات المصرية بالعالم ككل، أو السياسة الخارجية المصرية. ما تميز به السياسة الخارجية أو ما تميزت به السياسة الخارجية المصرية في 10 سنين الأخيرة إن وضع عليها استراتيجية واضحة مبنية على احترام القرار المصري، احترام سيادة الدولة، وحدة الدول وعدم تقسيمها، وأيضا التعامل مع كل القوى الدولية والإقليمية بميزان واحد، أي عدم تفضيل قوى على حساب قوى أو عدم وضع الالتصاق بقوى على حساب قوى أخرى. بقى عندنا توازن في علاقتنا سواء مع أوروبا، مع أفريقيا، مع أمريكا، مع روسيا. بنحرص على العلاقات الطيبة المبنية على السلام مع الجميع والسعي إلى الحلول السياسية والحلول الدبلوماسية. وفي إطار قوة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية، استضافت مدينة شرم الشيخ أول قمة عربية أوروبية في فبراير من عام 2019، واستضافت القاهرة القمة الأولى من فعاليات آلية التعاون مع اليونان وقبرص عام 2014، فضلاً عن اختيار القاهرة مقراً لمنظمة منتدى غاز شرق المتوسط
بعد توقيع مصر على اتفاقية تأسيس المنتدى في عام 2019، خطوة هامة في مسيرة الحفاظ على العلاقات وتدعيمها تحققت العام الماضي من خلال وثيقة أولويات الشراكة التي توجه التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي حتى عام 2027. شراكة قوية تستند إلى تاريخ طويل من الصداقة وثوابت الجغرافيا وصفحات التاريخ اتسع نطاقها وازدادت عمقاً وتأثيراً منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، أرست قواعد حاكمة لضمان مستقبل أفضل للشعب المصري وشعوب دول الاتحاد الأوروبي.